تماف إريني، من أنت؟ أنت يا أمه كعروس النشيد، جذبك حب الإله فجريت للمجد العتيد، وعشقت صليب فداه، وكان حبك للمسيح شديد، واقتديت بوالدة الإله، فكانت لك السند الأكيد، فصرت منارة للخطاة وقدوة لمن يريد، وأصبحت من سكان سماه، فتقبلي منا التماجيد. كوكب منير والنور من ليتك باهر، أما المزامير دي بخور من فمك الطاهر، صفات كتير في حياتك كنوز وجواهر، بحب غزير صلواتك من قلبي ساهر، يحتاج وصفك يا طماف لألم كاتب ماهر. حبك انهار ده حب عجيب ماله نهاية، وازاي انهار ده انتي يا طماف واقفة معايا، عجايب اسرار دي حياتك كلها آية، ولو هحكي عنك انا مليون حكاية، ملكوت الله كان هو الهدف والغاية. انتقالك يوم واحد وعشرين بابا، في استقبالك القديسين كانوا سحابة، يا هنية لك طلبت ونلت استجابة، ناس جاية لك واسقني صلاتك مجابة، صللنا كتير قدام مريح التعب. يا يسوع، يا كوكب الصبح المنير، جعلت قديسيك كالنجوم تنير، أشرقت في قلوبهم كالصباح، فبدا فجرهم ولاح، وأنرت حياتهم كالظهيرة، والذين رأوهم أخذتهم الحيرة. من أين يأتي هذا الضياء؟
إنه حتما من السماء. وكيف لهم هذا البريق؟ لأن مسيحهم هو الحق والطريق. وما هذا العلو العجيب؟ ذلك لأنهم تعلقوا بالصليب. ولماذا يتألقون بالنور؟ إنهم يعكسون ضياء يسوع ملك الدهور. حملتي سمر وغرستي بذور والإيمان من صغرك منظور. أما القلب ده شيء تاني، قلبي مسرور. تبعتي فديكي في حمل الصليب، تحتار العقول في وصف بتول. شفنا في عينيكي شخص الحبيب، تبعتي فديكي في حمل الصليب، تحتار العقول في وصف بتول. قدوة للعذارى من السماء
سفر النشيد يا برا كتب سليمان عنك أروع إشارة قدوة للعذارى من السماء مختارة عشت للمسيح بعفة وطهارة في سفر النشيد يا برا كتب سليمان عنك أروع إشارة أطلع كأعمدة الدخان معطرة طوبى لأنقياء القلوب الذين غسلوا قلوبهم في دماء المصلوب. طوبى للرحماء الذين ادخروا كنوزهم في السماء. طوبى لصانعي السلام الذين تشبهوا برب الأنام. طوبى للمساكين بالروح الذين جرحوا بحب عريسهم المجروح. يا نقية القلب يا رحيمة، كم صنعت من سلام بين القلوب، وكم قدت نفوسا لتقبل جروح المصلوب. جيلنا لم يعاصر أنبا بولا ولا رأى أنبا كراس، لكننا تأكدنا أن إيريني تطير بالروح وتحضر القداس. إذن فتاريخ كنيستنا حق وفيه حقيقة السواح، ومعرفة الحق تحررنا وتمجيد الحق مباح. فهيا نمجد مسيحنا إله القديسين والسواح. بجبل أنطونيوس مع السواح صليتي من الأسرار نولوكي في رحتي وتعزي.
لها حكايتك، فرحت واخدت منك القربانة للراهبات، لسه ما بتشهد عنك انك مملوءه بركات. بصبركم تقتنون أنفسكم، ومن يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. تلك هي الآيات التي استمدت منها تمافريني القوة على احتمال الكثير من الألامات، والتي استعزبت منها مرارة الصبر وحلاوة الثبات، فكانت كجندي صالح ليسوع المسيح تشترك في احتمال المشقات. ومع كل ما عانت من أوجاع وضيقات كنا نرى في وجهها أجمل الابتسامات، ونسمع في صلواتها الشكر في أروع العبارات. يا طما بنتي صبرتي، صبرك انتي مالوش مثيل، كل لحظة انتي شكرتي إلهك عمانوئيل. عالسما مرفوع عينك بالدموع وقت الصلاة، ناسية تعبك وأنينك شايفة ربك في سماء. يا عيبة في احتمالك الألم بفرحي، يا طمعت الناس كمالك من قلوبنا بنمدحي. يا عيبة في احتمالك الألم بفرحي، يا طمعت الناس كمالك من قلوبنا بنمدحي. انتي رمز وقدوة لينا، ام غالية بتضم نار. رحلات علاج كتيرة وانت شاكرة عالدوام، حملتي أمراض خطيرة وبالصلاة تنسي الألام. لو إنسان تاني في حالتك مستحيل يوم يحتمل،
بالمرات كانت سعادتك اكليل جهادك اكتمال. يا عيني باب تحت مالك الألم بيفرحي، يا طبع افطرنا بكمالك من قلوبنا بنمدحي. يا عيني باب تحت مالك الألم بيفرحي، يا طبع افطرنا بكمالك من قلوبنا بنمدحي. انتي رمز وقدوة لينا، ام غالية بتضمنا. كل ما يجي لك صداع بالصلاة بتغلبي، والوداع والاتضاع شيء عجيب احترنا فيه. اذكرينا يا طماف امام الفادي الامين، لسه خطه وضعاف لصلاتك محتاجين. يا مصر يا سعدك يا هناكي، بالطفل يسوع لما أتاكي أعطاكي بركة سماوية. يا مصر يا سعدك يا هناكي، بالبابا أثناسيوس اللي حماكي وحطم الأريوسية. يا مصر يا سعدك يا هناكي، بالشهداء اللي قدسوا دماكي ونالوا الأكاليل العلوية. يا مصر يا سعدك يا هناكي، بالرهبنة اللي نبعت من أحشاكي وفرح العيشة النسكية، بالبابا كرولوس والبابا شنودة وتماف إيريني مفخرة الرهبنة المصرية. مش بس رئيس الدير وفريدة في التعمير، مش بس رئيس الدير وفريدة في التعمير، دي ملك على الأرض بيسير بيرشد الخطي والزليل. قدستها ليها
زي ما كان الدميان قائدا لعذرا وبنات، زي ما كان الدميان قائدا لعذرا وبنات، عملت الراية بأمانة وربحت راهبات قديسات. شافوا فيك الجهاد حتى صمتك إرشاد، شافوا فيك الجهاد حتى صمتك إرشاد، هيفضل ذكرك للأبد تحكيه الناس من جيل لجيل. صديقة ومعينة حتى في الشدة حنونة، أم صديقة ومعينة حتى في الشدة حنونة، سفينة بتقود للمينا بتقدم للكل معونة. كل بناتك بتحظى بذات الحب والاهتمام، كل بناتك بتحظى بذات الحب والاهتمام، ما بتنسيهمش لحظة في صلاتك لرب الأنام. العظماء كالجواهر لا نصنعهم ولكننا نكتشفهم. فلقد اكتشف البابا كيرلس السادس هذا البطريرك العظيم هذه الجوهرة، ذلك لأنه كان صائغا روحيا ماهرا للمجوهرات وخبيرا في أسرار ملكوت السماوات، وقال أن إيريني هذه ستكون أما ورئيسة للراهبات.
وهكذا وضع هذه الزمردة في مركز القلادة، قلادة الراهبات التي طوق بها عنق الكنيسة في عصره الزاهر بالمعجزات. فتألقت تمار إيريني بين بناتها الراهبات، ولكن بدون حب للظهور، كما تتألق الزمردة الكبيرة بين اللؤلؤ المنصور. ولكن كيف تتغير الأحجار وتصير جواهر؟ إذا سقطت الأحجار العادية إلى عمق أعماق الأرض الداخلية، فإنها تعاني من ضغوط مهولة ودرجات حرارة مرتفعة جدا وعالية، فيتغير تركيبها الجزيئي وتصير ذات ألوان رائعة ومضيئة. وهكذا تسمى الجواهر أو الأحجار الكريمة أو الدرر النفيسة. وأنت يا أماه، فلقد دخلت إلى عمق أعماق الشركة مع المسيح، وتحملت لأجله ضغوط الوصايا، وقلت إن حمله هين ونيره مريح، فحلت عليك نار الروح المعزي، فصرت جوهرة منيرة ومستحقة لكل مديح. وها هي الكنيسة تناجي عريسها مفتخرة بالنفائس وتقول: اللفاح يفوح رائحة، وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة زخرتها لك يا حبيبي. عالم على الطريق الرهباني، منارة لجيلنا عملاق روحاني، يا شمس مشرقة نورها هداني، في حياتك يا أمي أجلى المعاني. عالم على الطريق الرهباني، في حياتك يا أمي أجلى المعاني. ليتك مضيئة بنور ما أبهى، وجمهور سماوي شاركك الصلاة، ويا صوت ملايكة بناتك سمعا، وروايح عطرة جاية من سما. ليتك مضيئة بنور ما أبهى، ورواح عطرة جاية من سماء. زمان القداسة لسه ما انتهاش، كنت شهد لربك وإنجيل معاش، طوباه اللي شافك واللي معاك يعاش، شاف أكيد عجايب ما ينساهاش. زمان القداسة لسه ما انتهاش،
كنت شهد لربك وإنجيل معاه. يا خليلة أبو سفين، علمينا يا أمه كيف نصادق القديسين. وكأن تماف إريني تنادي، اسمعوني يا أولادي. القديسين تجذبهم إلينا الطهارة، وتعجبهم فينا الصلاة بحرارة. إذا ما ارتدينا ألوان الاتضاع، وكنا متحشمين في كل الأوضاع، وصارت قلوبنا مخزنا للآيات، وأفواهنا قيصارة للتسبيحات، وأحببنا الجميع بلا تفريق، وتمسكنا بالحياة والحق والطريق. فإن أرواح القديسين الجميلة كالفراشات، تنظر إلينا كأجمل الورود والزهرات. تأتي وتجمع من قلوبنا رحيق الصلوات، وتصعد به إلى رب القوات، وتعتاد المجيء إلينا في العديد من الأوقات، لتوقظ فينا الحنين للسماوات. أحيانا نراها وأحيانا نحسها، وكثيرا ما تلهمنا بأجمل التأملات. وهكذا تشتعل القلوب بحب المسيح المصلوب، فنسبح ونسجد ونتوب، وفي حبه كلنا نذوب. فتسكن عقولنا في الفردوس، ونحيا أيامنا في صحبة القديسين أبناء القدوس. رغم ان ناس كتير خوفوكي مرات، رغم ان ناس كتير خوفوكي مرات، في الصحراء امر عسير للدير والراهبات، للدير والراهبات. شجاعك أنبا إيصاك بعد زيارته المكان، شجاعك أنبا إيصاك بعد زيارته المكان، أسقف زي الملاك وبالإيمان مليان، وبالإيمان مليان. بنيتي له دير، أصبح مظهر
الأرض مليانة بأرواح القديسين، دي أرض مليانة بأرواح القديسين، وملايكة فرحانة موجودة كل حين، موجودة كل حين. من حبك لأبي سيفين بنيت لوتين، أصبح مظهر للملايين ومنارة فكري، ومنارة فكري. نفسك في رهبنا زي بدايتها، نفسك في رهبنا زي بدايتها، عيشة بمسكنا والنسك زينتها، والنسك زينتها. حاولت تهربي بعيد عن الزحام، حاولت تهربي بعيد عن الزحام، علشان تقربي من مالك السلام، من مالك السلام. يا صديقة القديسين وحبيبة أبو سيفين، تقتدين بالعذراء وتصاحبين سكان السماء، وكأنك سفيرة للسمائيين في أرض الألم وعالم الأنين. والآن صرت سفيرة للمتعبين أمام عرش النعمة، تطلبين وتضرعين، فاذكرين أمام فادينا الأمين حتى نصل إلى مدينة الغالبين. بابا شنودة علشان تستاذني في رحلة محدودة لدير نفسك تزوري، قلتي له نفسي أزور دير الأنبا أنطونيوس وأشارك بني النور في الصلاة للمخلص. بابا الجليل وطلب منك صلاة من غير ما يقول تفاصيل، قالك عندي مشكلات
قالك ما تنسينيش قدام أبو الرهبان. أول ما دخلت الدير قدمت صلاة بإيمان. صليت في الكنيسة للبابا كما أوصاكي، وشفت يا قديسة أنبا أنطونيوس وراكي، حكالك بالتفصيل عن مشاكل البابا، ورجعت بالتهليل تحكي له الاستجابة. نقاوتك وقدستك يا ما شفتي سمايل، شفتي منذ حدستك عجايب القديس، ليك يا عشرة جميلة مع لبأ السواح وطريق الفضيلة، مشيتي بكل صلاة. كنت مثالا في الحب والقيادة، ولم ترغبي أبدا في التحكم والسيادة. سمعت صوت يسوع القدير، من أراد أن يكون كبيرا يكون صغير، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن فيكم الأخير. صورة يسوع وهو يغسل أرجل التلاميذ، منظره في قلبك حلو ولذيذ. مع إنك أمهم كنت بينهم كطفل وديع، تعيشين بتعاليم المسيح الجميل البديع. رب المجد دعاكي تقود اخواتك الراهبات، خطوة بخطوة معاكي بيذلل كل الصعوبات. رب المجد دعاكي تقود اخواتك الراهبات، خطوة بخطوة معاكي بيذلل كل الصعوبات. وانت قرارك طول مشوارك ازاي ترضي قلب الله. هما يدوب ساعتين بتنامهم أول الليل، وقتها غالي وثمين في عمل وصلاة وإنجيل. هما يدوب ساعتين بتنامهم أول الليل، وقتها غالي وثمين في عمل وصلاة وإنجيل. بالنسبة لها اللي شغل بالها هو يسوع ابن الله.
كن دي مصدر بركة وادير بقى فردوس على نظام الشركة دلك أنباب خميوس. كن دي مصدر بركة وادير بقى فردوس على نظام الشركة دلك أنباب خميوس. يوم صيامتك يوم نياحتك الاتنين في شهر بابا قال لسان العطر معلمنا بولس الرسول: وما أحلى وما أعذب ما كان يقول. قال: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها. وقال أيضا أن المسيح له المجد اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وقال إشعياء الفصيح عن الذين دعاهم المسيح: دعوتك باسمك أنت لي. وكلم الرب إرمياء الصغير وهو يكلفه بدور خطير قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. هكذا كنت أنت يا أماه، وهكذا كانت حياتك، لقد خلقك المسيح وفيه اختارك، وفي البطن قدسك وباسمك دعاك. إريني أنت لي. للدنيا جت بمعجزة وسابتها برضو بمعجزة، وبين حياتها ونياحتها شوف انت كام معجزة. قديسة جات من بيت صلاة للرهبة نامت فصلة، كأنها انجيل معاش عايشة بالصوم والصلاة. للدنيا جات بمعجزة وسابتها برضو بمعجزة، وبين حياتها ونياحتها شوف انت كام معجزة. قديسة جات من بيت صلاة للرهبة نامت فصلة، كأنها انجيل معاش عايشة بالصوم والصلاة. عاشت حياتي.
قصتها وردته ولا عمر بابها ردته بالخير تملي مسبقه ما نسيتش حد في شدته تقرا سيرتها تحبها زي امي وانا بنتها جربت طيبه قلبها ده الخير بيجي على اسمها من قصتها وردته ولا عمر بابها ردته بالخير تملي مسبقه ما نسيتش حد في شدته تقرا سيرتها تحبها زي امي وانا بنتها جربت طيبه قلبها ده الخير بيجي على اسمها فاض قلبي بكلام صالح. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي تنبع إلى حياة أبدية. من أين هذا الفيضان؟ من الينبوع. وأين الينبوع يا إنسان؟ إنه شخص يسوع. وهل أجده في أي مكان؟ نعم، هو يملأ كل الربوع. أين أطلبه؟ أنا حيران. إنه في قلبك موضوع، لكنني خاطئ عطشان. أطلبه، أطلبه بدموع. وهل لإنكساراتي من غفران؟ سينصرك ويجعل رأسك مرفوع. أشعر وكأنني تائه غفلان. أصرخ فقط يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. أيتو بهمك بنوتي تني إن أمي طانية إسفيتي مسنوتي نمتا مفقيريني بويسي نيرون بشوي سلجنين باربطوما إسفي مريا تنشوي نمتا مفقيريني من أجل مريم سيدتنا والأم إيريني.
جي غارين صوصة ستشي سي سفي تساق نيان بس أغن إتت شوسي طامف إيريني دافيد أمو إنتن ميتي إنتن قوين هانبصالية إسفي تي ماينوتي طامف إيريني ليسوني ماسس فيتك مغماريا اسما في ماسياس نمطا مغيريني زي عيشي ما شوين جيب او ام بس اكسيو ماني مبتشي سي ام بس طايو طا مغيريني بأنون تنسوتي خنتي أكيك ليسيا خن بشاي انتي نشتي طام غيريني سلي الأوني بستوس خن هنزوك سولوجيا إنو شفولين قو إموس جشر طام غيريني يسوس بي إخريستوس بن نوتي بلغوس نايزي أفتي إكلو من تينشتي طامف إيريني كيب علينا خروس إني استراتية إبطايون تي كاساروس طامف إيريني لالي اوني بستوس تخنت خوران كيمي اسفتي شلت طامف ايريني موينان انتك هيريني شاتي سنتي ليا ما طالت شو انن شوني اسفت طامف ايريني ناينان صوتم ايرون كونان انن انومية اسف بنشتنا اغون طامف ايريني اك اسمر اوتو بيه خريستوس مهتن خنتك صوفية اري اويني ام بن نوس اسف طامف ايريني من أجل الأم إيريني.
واقف نوتي مينان وخارزما اسفتي مسنوتي نمطا ما غيريني بني بجورني جاجي انت تي اكي كليسية خيم خمون مبوسوت شيني اسفتا ما غيريني رويسي رونو بي خريستوس إيفول خيني كاكيا نم بي إكروف نمني باسوس إسفيتا مفئيريني اسمو إيف شويس بنوتي خن هنهوس نم هنبصاليا خن بشاين تينشتي تا مفئيريني تنهوستن اسمو ايروك خنها نمنولوجيا اوه تنشمشي امو كفنو تنتيبان اجيا ايو سيعوز بنو تيموينان اوهيك ليرونوميا اسفتي مسنو تنمطا مغيريني افنوتي بمي رومي كنان اننا نومي اموينان انتهي بموني اسفتا مفئيريني شيرتي سعوتو كوستي بارسينوس ماريا شيرتي كاساروستا مفئيريني سيكيني فين موينو او انو صوتي ريا ازفيني تي هونتي اجيا تا مفئيريني او بني بتتي هو ايروك اسفي تا مفئيريني بلا شستوس بابلوس بيك فوقونا في النف بارابتوما من أجل الأمة